امرأة أحرمت من الميقات للعمرة واشترطت. امرأة أحرمت من الميقات للعمرة واشترطت ثم حاضت فرجعت من مكة ولم تؤدي عمرتها حتى الآن، فما الحكم فيها حفظكم الله؟ الحكم أنها ترجع وتؤدي العمرة لأنها ما زالت محرمة، والحيض ليس بمانع، الحيض تنتظر إما في مكة إن تيسر أو تجي للرياض وهي حائض محرمة، فإذا طهرت تغتسل وتروح تؤدي العمرة، ولا في حرج ولا مضايقة. واليوم الحمد لله المسافات قريبة، السيارة مثلا 8 ساعات أو 7 ساعات والطائرة ساعة وعشر دقائق، ما هم مثل من أول يأخذون شهر من الرياض إلى مكة، الآن الحمد لله ساعات، فهي بالخيار، إن شاءت تبقى في مكة حتى تطهر وتؤدي العمرة، وإن كان عليها ضيق أو وليها عنده شغل فلا مانع أنها تأتي للرياض وتحتفظ بإحرامها، تتجنب محظورات الإحرام، فإذا طهرت ترجع لمكة وتؤدي العمرة. نعم.